من الكونت الكونت آخر وذلك بطريقة حينية. تنجم زادة تبعث تقبل وتتابع لموندا مينوت كما تنجم تقبل لموندا انترناسيونو والحوالات من الصناديق الاجتماعية. فضل الخدمات البنكية الرقمية للبريد التونسي ولا من الممكن زادة أنك تخلص قضيتك بالتليفون. يكفي تكون عندك لابليكاسيون دي 17 تسكاني الكيو ار كود اللي تلقاها عند التاجر وهكاكا تخلص قضيتك بالوقت وبالك مرتاح. لابليكاسيون دي 17 هي خدمات بسيطة سريعة آمنة وتسهل لك حياتك. البريد التونسي خدمتكم تسعدنا. يوم سعيد يوم سعيد يوم جديد معنا بدنا حكاية معنا بدنا حكاية. إن شاء الله يومكم سعيد إن شاء الله صباحكم زين. شكرا على الاستماع والمشاهدة. السابعة صباحا و 23 دقيقة هنا في تونس وقيت باش نشوفوا جرائد اليوم شنية العناوين في اللايون وأهم اهتماماتها من خلال قراءة من طرف أبو نور والتقديم لأمل الجندوبي. جرائد اليوم صباح النور كل خير. اليوم في الجرائد وباش نبداو بجريدة لابريس واهتمت بملف رفع الحصانة عن النواب. فماش مقابلات رياضية؟ والله ما شفتش الحقيقة الجد سمير. فماش مقابلات رياضية؟ صبوا هذاك ما يلعبش اليوم يلعب ولا لا؟ ما صبوش لتوا ولا صبوا ها سمير فرشيشي مدير الانتاج. لا قال لك يلعب صبوا الشهرية والبريم باش تبدا هكا انت في فورما. اوكي عطيتك معلومات كيف تمشي من بعد التسعة للكونت باش تلقى عندك شهرية والبري. طبعا نعطيك انا زادة بعد معلومات تفيد بانه تصرفت قبل ما توصل. هات لابريس تحكي. نبداو بلابريس اللي اهتمت بملف رفع الحصانة عن النواب في ظل ما يتسرب من اخبار عن هذه الامكانية لارتباط بعضهم بملفات فساد، مشيرة في هذا السياق الى تصريحات النائب عن التيار الديمقراطي نبيل الحجي بانه اودع طلبا لرئيس مجلس نواب الشعب للحصول على قائمة النواب المحتمل لرفع الحصانة عنهم. جريدة لوتون تحدثت عن موضوع الحوار الوطني متسائلة هل قبرت مبادرة اتحاد الشغل نهائيا؟ المغرب من جانبها تساءلت افتتاحيتها هل سيتم التوافق على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لتجنب تعميق الأزمة؟ والأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي يعرب عن أمله في أن يكون اللقاء المرتقب مع رئيس الجمهورية إيجابيا عبر التسريع في تفعيل المبادرة وتأمين كل أسباب نجاحها. أكيد أن المقابلة هذه مش تكون مهمة وبش يعاود سيد رئيس الجمهورية يقول للأمين العام وللشعب التونسي لا حوار مع الفاسدين. بقى غادي سيد رئيس الجمهورية قال ما أوقفوا أكثر من مرة مش في مرة ونساه مرتين أو ثلاثة مرات كان واضح واعتقد أنه ما هوش ماشي في هذا الحوار الوطني. يعتقد أنه حسب ما يصرح به وإلا ما وصل في قراءة بين الأسطر لموقف رئاسة الجمهورية كونه ما هوش مقتنع بجدوى هذا الحوار وبالمشاركين في الحوار. وعلى أعمدة جريدة الصحافة اليوم نقرأ مع اقتراب عطلة رأس السنة الإدارية تسجيل عديد المخالفات المتعلقة بالتنقل بين الجهات. مع تسارع الأحداث والترتيبات في العاصمة طرابلس حتى لا تخرج تونس من الرهان الليبي مرة أخرى. هذا عنوان آخر؟ عنوان آخر. كيفاش يقول حتى لا تخرج تونس من مع تسارع الأحداث والترتيبات في العاصمة طرابلس حتى لا تخرج تونس من الرهان الليبي مرة أخرى. وأكيد أنه يلزمنا نكون موجودين في علاقة دبلوماسية جيدة مع كل الأشقاء الليبيين دون باش ناخذوا موقف مع طرف من الأطراف الليبية. ما نتمناه كونه الأشقاء في ليبيا يلقوا الحلول بينات بعضهم دون تدخل أجنبي دون تدخل اي طرف واي طرف. ان شاء الله ما يتوصلوا له وان شاء الله ما نحس كاينه بعد زياره وزير الدفاع التركي الى ليبيا في نهايه الاسبوع كاينه معناها فما تسخين الحاجه. ان شاء الله لا ان شاء الله ما يوصلوا لهش ان شاء الله.
نمشي والجريدة الشروق وتحدثت عن حرب باردة بين الرئاسات الثلاث عمقتها حسب الصحيفة تداعيات إيقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي. باردة ما نعتقد شلت دافية في الكارون سخانة دافية وسخونة ولات الحرب موجود ده. كما اهتمت الصحيفة بدورها بتباين المواقف حول شكل ومضمون الحوار الوطني وتساءلت هل ولد ميتا؟ هذه الشروق. ونقرأ أيضا في الشروق في ظل غياب الغاز وغلاء وسائل التدفئة سكان المناطق الجبلية يموتون بردا. صحيح حتى في الشمال الغربي في الكافة ما نقص في الغاز في عدة مناطق ضرورة التدخل السريع لإيصال الغاز ساعة قوارير الغاز للناس هذوما باردة الدنيا عليهم بالحق باردة برشا برشا ويقولوا أيضا وسائل التدفئة شعلت فيها النار على مستوى الأسعار زيد سوم هذه ما هي بطبيعتها في الشتاء زيد سوم خليها في المناطق اللي يصب فيها الثلج وتبرد برشا واللي واش نشيلوها في الصيف ما يظهر لي هذاك هو الحل هذا وواكبة الشروق من مقر الإذاعة الوطنية تشييع الساحة الفنية للفنانة الراحلة زهيرة سالم الله يرحمه نعم لو كوتيديان تساءلت في إطار التصدي للفساد هل ستسقط بعض الرؤوس الكبيرة وهل من الممكن رفع الحصانة؟ حاب نسلك سؤال قداش عمرك أنت تو؟ 29 قداش عندك في الميدان الصحفي؟ 5-6 سنين هل سقطت الرؤوس الكبيرة؟ جملة ديما نسمع في نفس التساؤل هذا هل ستسقط ولا قريبا مزوز ثلاثة أسماء عندك عاجل وقريبا ستسقط مزوز ثلاثة أسماء يعودوا يدخلوهم للسجن ومن بعد يعودوا يخرجوا والمنظومة ما تفكتش لتو منظومة الفساد منظومة اللوبيات منظومة الناس اللي تدخل قالك البضاعة المقلدة والمهربة اللي دخلت لنا في تونس أكثر من البضاعة اللي جاية بطريقة الرسمية الاقتصاد الموازي 54% الأموال اللي موجودة في الكونترا وفي الاقتصاد الموازي أكثر من الأموال اللي موجودة في البنوك هذه الكل نعرفوه شكون يعمل فيه فما منظومة كاملة منظومة كاملة ما تفككش هاوكا باش نقاوموا الفساد برا حط فلان هذاك في السجن فلتان ثلاثة أربعة أسماء يعديوا مديدة زادة ويخرجوا ونغلقوا الملف ولكن المنظومة تتواصل حتى هما في السجن الفساد ينخر البلاد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب يلا نمشي وحول تداعية كوفيد 19 أكدت الصحيفة نقلا عن تصريحات نصاف بن علي أن أي تراخي في مواجهة الفيروس يمكن أن يضاعف عدد الوفيات وتأكيدها على خطورة الوضع الراهن مع البارحة نقرأ في منظمة الصحة العالمية تنبه إلى أنه القادم أخطر في علاقة بالسلالة الجديدة أن تقصد القادم في علاقة بالسلالة الجديدة وبكورونا وبالفيروسات الكل تنبه تنبيه شديد اللهجة في خصوص هذا الموضوع ونختم جولتنا بجريدة الصباح التي تحدثت عن فقدان 69 ألف عامل في قطاع النزل والمطاعم وظائفهم وعلى خلفية استيراد 60 ألف طن من مادة الأمونيتر تساءلت الصباح هل خرجت تونس نهائيا من خارطة الدول المنتجة والمصدرة للفوسفات؟ هذا هذا وتحدثت الصحيفة عن رقم مفزع بخصوص هجرة الأطباء التونسيين للخارج الذي هو في حدود 5000 طبيب سنويا وفي كاريكاتير اليوم رسم لقيس سعيد وفي ذهنه تساؤل وتعجب تحت عنوان أخبار عن زيارة مرتقبة للغنوشي إلى أمريكا هو متعجب في الكاريكاتير أي متعجب ويتساءل الناطق الرسمي باسم النهضة يقول فما زيارة فما دعوة ورشل غنوشي لم يؤكد ذلك قال ما فماش الحكاية وش كون نصدقه دواحن الحكاية فيها إن علاش حتى واو زاد علاش واحد قال فما والآخر قال ما فماش فما السابعة صباحا 31 دقيقة هنا في تونس وانت معايا ما يشغلنيش الناس فرد الإحساس أجمل بكتير